اخبار 3/13 اكتوبر مع هيفا تويتي. مرحبا. تسجيل 17 اصابه جديده بفيروس كورونا في المهديه واربع حالات شفاء، وفي سليانة تسجيل 5 اصابات جديده بالفيروس. وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي يقول أنه فرض الحجر الصحي شامل ولا صعيب، أما ينجم يساعد على عدم انتقال العدوى. كان هذا في برنامج 90 دقيقة على EFM. لابد كذلك من إمكانية الردع كوسيلة بيداغوجية لتحسيس الناس. كل الدول استعملت الأدوات الردعية، لكن يبقى الرهان على وعي الناس. ممكن حجر الشامل أصبح صعب، ولكن نستعملوه ككوابح جزئية في الوقت وفي المكان. كأنك عندك سيارة في منحدر وانت تعمل في ضربات متاع فراغ صغيرة باش السرعة ما تتجاوزش يعني حد معين، فممكن تساعد على عدم انتقال العدوى، لأن يعني الفيروس ينتقل عند التقاء الناس مع بعضهم. عندما أنت تعمل إجراء يقلل من التقاء الناس يساهم في تقليل أعداد العدوى. رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية أمل اللومي البواب تدعو لضرورة سن إصلاحات جدية في نظام المالية العمومية والجباية المحلية. كان هذا في لقائها مع رئيس الحكومة هشام المشيشي. التقييم بين أنه المؤشرات ما زالت بعيدة على المؤشرات المرتقبة بعد صدور مجلة الجماعات المحلية، والإشكاليات متعدة فيها، الإشكاليات ذات البعد التشريعي وفما التنظيمي، وهذه يطلب إصلاحات جدية في نظام المالية العمومية والجباية المحلية، وضرورة تطوير طرق التصرف على مستوى الجماعات المحلية لمواكبة احتياجات المواطنين والحكومة الرشيدة. السيد رئيس الحكومة وعد بأنه سيقع الإصغاء لمقترحات الهيئة بما من شأنه أن يساهم في تطوير المالية المحلية. بقيت أخبارنا في عناوين: تأكيد على أهمية سن قانون إطار الحماية اللاجئين وضمان حقهم في العيش الكريم. كان أهم محاور لقاء وزيرة المرأة بممثلة مفوضية اللاجئين الأممية في تونس. الدولة تسترجع 16 هكتار من الأراضي الدولية الفلاحية في معتمدية دقيش من ولاية توزر. قناة نسمة تأكد أنها تعمل في إطار الشفافية طبقا للقوانين والإجراءات الجارية العمل بها، وأن مصادر رأس مالها وتمويل نشاطها واضحة موثقة. واتهمت في بيان لها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بما اعتبرته هرسلتها بصفة مستمرة. أخبارنا بعد ساعة. تابعوا أخبارنا وبرامجنا 24 على 24 على EFM TV على اليوتيوب. EFM سبور مع أمين جلانزا. مساء النور، مرحبا بكم في FM سبور. بعد شوي نحكيو على مباراة المنتخب الودية ضد نيجيريا، لكن البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي ورسمي مهدي النفطي. يغادر النجم الساحلي وتراجع على تدريب الفريق أيامات بعد إعلان هيئة الإتوال التعاقد مع مهدي النفطي لخير عدم تدريب النجم الساحلي لأسباب عائلية، وبسبب أيضا الوضعية الصعيبة اللي يعيشها النجم الرياضي الساحلي على جميع المستويات. وعلمنا أنه مهدي النفطي في حوزته زوز عروض من فرق إسبانية. المنتخب الوطني التونسي يواجه نيجيريا بارتير من 7:30 في مباراة ودية في النمسا في ملعب جاك ليمون أرينا. مباراة منقول على الوطنية 2. تشكيلة المنتخب: فاروق بن مصطفى الكاش في الدفاع، وسام الحديدي، محمد راجر، ياسين مرياح، وديلان برون في وسط الميدان، الياس الصخير، يامن بن محمد، أنيس بن سليمان، وفي الهجوم يوسف المساكني، حمزة رفيعة، ووهبي الخزري. بالنسبة للاحتياطيين: بشري فايد، دحمان، بشير بن سعيد، وجدي كشريد، علي معلول، أحمد خليل، أمين بن عمر، نعيم السليتي، سعد بقير، الياس الجلاسي، وسيف الدين الجزيل. مدافع النجم الساحلي صالح الحرابي يتعافى من فيروس الكورونا في الاتحاد المنستيري. شفاء كل من زياد مشموم، معتصم صبو، ادريس المحيرسي، وفادي العرفاوي. تمنياتنا بالشفاء لكل المصابين بفيروس كورونا. الدرجة الذي تونسي أعلن بعث لجنة مختصة في مقاومة الكوفيد 19. اللجنة هذه تتكون من دكاترة اللجنة الطبية ورؤساء جميع الفروع في الدرجة الذي تونسي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لعودة التمارين بشكل طبيعي ولتفادي تسجيل إصابات جديدة بالفيروس. ويترأس اللجنة هذه الدكتور منصف بن عبيد اللي أشرف اليوم على أول اجتماع للجنة. في التنس، ملك الجزيرة تأهل لثمن نهائي دورة أليكانتي الإسبانية بعد الفوز مجموعتين مقابل واحد على البيروفي خوان بابلو فارياس. تفاصيلها 2-6 6-1 و6-4. مباريات الليلة: اليوفا نيشنز ليج في الليج آ، 8 غربوا ألمانيا، سويسرا، وأوكرانيا، إسبانيا. تصفيات كأس العالم: منطقة أمريكا الجنوبية 9 بوليفيا الأرجنتين، 10 الإكواتور الأوروغواي، وال11 فنزويلا باراغواي.
أهم المباريات الودية الليلة 7 المغرب الكونغو الديمقراطية، 8 مكسيك الجزائر، والسنغال موريتانيا. في علاقة بمرض كريستيانو رونالدو فيروس الكورونا، تعرض لاعب المنتخب الفرنسي صاحب 17 عام إدواردو كامافينغا حملة من السخرية بعد ما بدل بالأقمصة مع كريستيانو في المباراة الودية بين فرنسا والبرتغال نهار الأحد، ونشر صورة القميص كريستيانو منتسخ بعد المباراة مع جملة جولو لاف با لن أغسل قميص رونالدو. عديد التعليقات وجماهير كرة القدم استهزأت كامافينغا وطالبته بالتخلص من القميص ليحمل فيروس كورونا. دقيقة ميني فوت. وتبعا لمراسلة المندوبية الجهوية للرياضة بن عروس، أعلنت الهيئة المديرة لفريق إف سي مورناك تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة نهار السبت إلى موعدها. كانت هذه إف إم سبور موعدها جاي العشرة، وتو مواصلين مع راسين كالي. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي اف ام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيها الجندوبي من 9:30 لنص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إي إف إم أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي إف إم. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيها الجندوبي من 9:30 لنص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إي إف إم أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي إف إم. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيها الجندوبي من 9:30 لنص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إي إف إم أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي إف إم. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيها الجندوبي من 9:30 لنص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إي إف إم أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي إف إم. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيها الجندوبي من 9:30 لنص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إي إف إم أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي إف إم. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيها الجندوبي من 9:30 لنص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إي إف إم أحلى راديو. بداية من الاثنين 14
راجي يا فم وما سماري كانك السوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري راجي يا فم وما سماري كانك السوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شلة ملمومة علي 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 الصوت كلها هوني ثقافوت كي شبكة العنكبوت جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوجل هاي برانشي يا فم وغسماري كانك السوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برانشي يا فم وغسماري كانك السوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم مرحبا بكم هذه راسين كاري في ساعتها الثانية وحلقة اليوم فيها أنس بن مالك جميل الشيحي غازي عيادي سؤالي فني وينو غازي وشاد العرفاوي خنسيت شاد يلا مؤامرة هذه مؤامرة والله مؤامرة يا اخي وين وشاد العرفاوي قاعد يعقم يعقم في دين بدينا راه بدينا يعقم يعقم وقت الاخبار مش توا هاي شنو هي الديسير اللي يتسمى باستيل دي ناتا في اسبانيا هذا صعيب يا مي باستيل دي ناتا ديسير يتسمى باستيل دي ناتا هاي هكا يتسمى عنده علاقه بالبحر عنده علاقه بالبحر ديسير دي بالك شي زعما في حاجات بحر قديش تعرف من ديسير عنده علاقه بالبحر في الويد مير سلطه في الويد مير لا ذكرت في مالطا اونتري عاد مش ديسير طلبت سلطه في مالطا اللاعب ليه في مالطا اي عاد طلبت سلطه انا في مالطا ما تحكيش في بالي مش تجيني برشا يعني خضره لا العكس هو يا اخي طلع في الويد مير اكثر من سلطه اي هذيك اللي يبهرني اي يا اخي استعملتها كاينها الديسير انا من كثره البنين هو الفلون باتيسيي باستيل دي ناتا تعني حرفيا جاتو على كريم على جاتو بالكريمه يعيطوا له الفلون هكا في اسبانيا والبرتغال في الاصل الديسير هذا جاي من عند الشعب الانجلو ساكسون وين ظهرت الكوستار تارت اول مره في العصور الوسطى في فرنسا اول اثار تدل على وجود الفلون غادي ترجع للقرن الرابع عشر الفلون فلان معروف اليوم الفلان هو ديسير شهير في العالم كامل نلقاه اللي لغين اليزابيت مثلا الثانية حطته في المنيو تاع عيد ميلادها 80 في 2006 لما زالت موجود على العرش من اليوم ربي يطول في عمرها امين يا رب باش نقول انه الفلان فما كان قبل ما يظهر الفلان الصناعي كانوا الناس يعملوه في الدار عمل توا يعملوه يعرفوا عبد الستار عمامو امسى ستار يعني بلا دونك كان قبل يعملوه فما برشا حاجات اللي هما كانوا قبل ما تظهر البارتي اندستريال بتاع الحاجه كانت البارتي الاندستريال مش خايبه وانا حبها اقل كمان تعرف علي نحبها مش حتى على مطعمها على خاطر عكس اللي غورتها تحلها بالمقلوب هي هي ومن بعد تعملها هكا كانت جو هذيك الجو فما كانت شركه انت تحل اللي غورتها بالمقلوب تحطها في صحن وتاكل قبل كنا صغار الفلون هاي مقلوب الفلون هكاك كنا نعطيكم طريقتي كيفاش الفلان نحل بالطبيعة نحل الغطاء كان حبلك ربي ما تحلوش لا نحل الغطاء كان حبلك ربي ما تحلوش وهي بيتها نعمل لها هكا تهبط بكل الفلان ذا كرينو معناتها هي بيدها نهزها كاينها كيس فهمتني ونشربها يشربها ونظرتها تقعد تهبط ترعش هكا ودي تحكي على اليوغورتة ولا الفلان على الفلان هذاك سامحني هكا معناتها ما يزيستيش خاطر شاد لي هكا يعنف فيها الفلان فهمت فما عنف مع الفلان بالعكس بالعكس انا نداعب فيها سي شاد لي تعامل في الفلان كاني مروب كاني معناتها سيسا كيما كعبة كيما كعبة مروب سيسا باهي وديت تقول لكم سي بورتوغي سي با اسبانيول ولكن في اسبانيا اسمه باستيل دي ناتا نجم يكون مشترك ما بين اسبانيا والبرتغال توا سامي باش نظهر ونعرف اكثر منها احنا توا هي عايشه غادي تلقاها اي مي بون هذا صحيح في البرتغال لا باس دي ناتا صحيح في نفس البلاد مش مشكل لو شيف دو لا باتاي كونتر المسلمين انس هو شارل مارتيل اللي نوفا شارل ماني شكرا زيزو عايشك زيزو شكرا بربي يرجع لي الشاد على حكايه الفلان راهي حكايه كبيره ياسر ماهيش عاديه
شادي راه قال لك يشد هكا الفلون ديريكت تزرط فهمت تزرط تعمل هكا تتبعث تجيك ديريكت. كانت قبل بطريقه للماركتينغ هي بتقدر ما عادش موجوده الشركه موجوده لبرا ما عادش موجوده في تونس هي مامينوفا مامينوفا يا حسن ان سارتان مومون عملت ان برودكسيون مزيانه مامينوفا ولكن ما نجمتش تصمد في العالم تاع الشركات هذه كان خرجت لو فلون اللي هو وعملت كل لونغيت صغيره تبدا في الفون تاع تاع لي غورت تتحلى كي باش الهواء يدخل الفلو ذاك وتهبط فرنسا هكا صرفت ياسر هذاك عليه ما صمدتش وي مامينوفا البلوك هذاك كان 25 فرنك هذاك ما خلصتش بالكدا خلت نوفا وروحت لا اكيد فيها مشاكل اخرى اكيد بالرسمي هي ما عادش مامينوفا ما عادش برا موجوده برا موجوده به يا فما فو ترافيك ولا سؤال؟ سؤال برا سؤال ما فني هذاك نتاع غازي اللي فني نتاع غازي تجاوب عليه قعدك اللي قعد مع محمود لا ولا شيء انت ذولي قعد محمود انا نسيتوا جمله السؤال هو كعبه كيما حسن ابو سعود هكاك فيه باش يحكي لنا كيفاش الحلول هاي السؤال الرفاق حائرون هذه عبد الحليم الغنية اسمها من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي انا نتاع عبد الحليم مره جاوبتك عليها وقلت لي لا مش غلط ليه مش اخر غنية جاوبتني عليها قلت لك غلط ولا مش غلط قلت لي غلط غلط وقتها انا هبش احكي لك يا سامي خاطر قعدت لي في قلبي اول مره نجي انفيتي في راسين كاري الاولى ليه وقتها في رمضان العام الاول وقتها انا في ميديكالي مانيش معاكم قداش كحقودي حقودي راني حقودي زنس زنس حقودي ما فماش عاد قال شيء اخر غناء عبد الحليم قلت له من تكون حبيبتي وفما شكون اخر جاوب قال وين استدعيتك وقتها في استدعيتني اي استدعيتني بلا مناسبة محامي يجي في الراديو على تجي فيه انت على حكاية الغناء كافيتي جست صار اما سامحني فما حاجة انا استوريته عبد الحليم هنا صوته ما نجمش يكون في اخر ايامه لانه هذا صوته تاع صغير بكل عبد الحليم صوته صغير هنا سجلها غازي وما تسجلتش في التلفزة وخرجت تعرف اختي خرجت عام 81 ولا 82 منها جوست تناقشوا بعد دراسي بعد انفو ترافيك ماينس اي اف ام انفو ترافيك عسلمة ومرحبا بكم على اي اف ام في تونس فما ضغط على جي بي 8 نيفو الشرقيه في اتجاه حي النزهه فما اكتظاظ على الاغ 21 في اتجاه كومبوس المنار وفما زاده تعطيل على اليكس 2 اللي جايين من ميتويل فيل في اتجاه المنزه الحركه رزينه في شارع جامعه الدول العربيه في المنار على اليكس 3 فما اكتظاظ نيفو العمران الاعلى على جي بي 7 فما ضغط اللي جايين من باردو في اتجاه منوبه نيفو سان كليمون ويرجع الضغط نيفو لينيبس وفما تعطيل على جي بي 10 نيفو سبيطار المونجيسلين في سيدي داوود على الاغ 33 فما ضغط نيفو الغولي في اتجاه جمرت ويرجع الضغط نيفو حي الرياض الحركة مع طلعة طريق الوطني عدد واحد في بن عروس نيفو المحكمة وفما بوتياج في شارع فرحات حشيد مجرين سيدي رزيق نيفو المطبعة الرسمية والحركة زي درزينة في المروج نيفو الباركور دو سانتي سينو الحركة تبقى عادية في تونس وفي بقية الولايات نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فيما فوت خفيك اللي عنده معلومة تم الكياس ينجم يكلمنا 58 550 711 انا نرجع لكم بعد نصيف ساعة سيسوا روحكم في الكياس وطريق سلامة للناس الكل بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي اف ام السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج الصباحي الأول في تونس أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي والجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي من 9:30 لنص النهار برشا ضحك وبرشا دمار على اي اف ام احلى راديو بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لاي اف ام السبعة متاع الصباح تبداو نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج الصباحي الأول في تونس
أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي. وجديد مفاجأة الموسم وجيها جندوبي من 9:30 نص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إيفام أحلى غاديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيفام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي. وجديد مفاجأة الموسم وجيها جندوبي من 9:30 نص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إيفام أحلى غاديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيفام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي. وجديد مفاجأة الموسم وجيها جندوبي من 9:30 نص نهار، برشا ضحك وبرشا دمار على إيفام أحلى غاديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيفام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي. وجديد مفاجأة الموسم وجيها جندوبي من 9:30 للخمسة للسبعة إيفام راسين كاري سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري. كنا نسمع في إكستري قبيلة قبل الفاصل لحبيبتي من تكون عبد الحليم حافظ. شكون كتب كلمات هذه الأغنية؟ حبيبتي من تكون بل اسمه نزار قباني، أحمد شوقي. شكون كتبها؟ كلام عربية فصحى أكيد. نو هاي عربية فصحى. حسين السيد؟ لا لا، ماهوش مصري. مصري جمله هوش سعودي. مصري سعودي هو الامير الامير طلال الامير بندر الامير خالد بن سعود بن عبد العزيز. عبد العزيز الله لا القبض نتاع الاغنيه هذه قداش فيها قبضان هذه تعرف شو ما من اول ما تبدا الكلمه الاولى وانت تقبض حتى الكلمه الاخرى. عاش ما بين 1925 2020 خالد بن سعود بن عبد العزيز الوليد التاسع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. كان يخدم في مناصب في الدولة، ما كان زاد مغروم بالشعر، وكتب كلمات حبيبتي من تكون غناها عبد الحليم حافظ ولحنها بليغ حمدي. الأغنية اتنشرت بعد وفاة عبد الحليم. في الأغنية ذي يحكي على طفلة عمرها 17 سنة اللي هي آخر حب في حياة العندليب. الطفلة هذه كان حليم صديق لجدها، وكان عبد الحليم ريتها برشا الحكايه هذه في الفيلم في الافلام كان عبد الحليم يحبها برشا لدرجه انه يمشي معناها باش يقابل جدها عمرها 17 باش يشوفها 17 18. قصه الحب هذه كان كشف عليها الشاعر محمد حمزه مينار، وبطبيعه الحال سجل الاغنيه هذه كلمات الشاعر خالد آل سعود. صغيرتي انا لن اقول شيئا وابدا لن اقول، فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة لكي تطول. صغيرتي لا تخافي واهدئي ولا تبالي، إنني يا حبيبتي أخفي هواك عن العيون، فكيف مني يعرفون. أنا ماني مش ما لا يستقيم الشعر مع اللي قلته عبد الحليم حتى مع جدها، لأنه توا أمير وكاتب كلام مش يكون كاتب وصير مزور القصة على القصة عبد الحليم. هو أمير يكتب مرة في العشر سنين كتب كلام سبو يكون هو كاتب وينزل يكون هو الله يعني أعلم. خاطر نوال الزغبي عادت الأغنية ذي لا ما بصراحة ما كانش عادتها لأنه نوال دخلك لل فنيا ضعيفة دخلك للجو هذا يعني. شوف هي كنجمة كبيرة أما فنيا ضعيفة برشا الحقيقة نوال الزغبي. أما هذه آخر أغنية لعبت حاليا هذي يجي موضوع فلسفي. نجمة كبيرة وفنيا متواضعة
اي مو فنيا على المستوى الفني مو ماشينا تناقض هذا يا اسمه موش تناقض هذا اللي صاير يعني الماكينة توا هذا اللي صاير اللي صاير توا انه وقت اللي تلقى شكون يدعمك ودعم كبير ويحط عليك الباكو بالكدا تتشهر اما مالو رزمه تبدا انت ماكش مليان فنيا وهذا صاير توا في العالم العربي لانه كل واحد ماكينة صح تعجبه كركاسه ولا كريك خليلها قناه واحد ولا يعمل لها قناه فما شكون هدي فيديو كليب في عيد ميلاد يعني شكون جالس فما يا ولدي برشا شنو تحكينا حكيت خلي المستمعين شنو نحكيو لكم على بير اسامي زاد نسميوكم العباد شنو تفرجوا فيه زوز وحدهم الكليب لا تعدى في قنوات كانت ضاربه مزيكا وش اسمها الاخرى وميلودي كانوا بالحق فما واحدة يعني تونسية واحدة وحدات برشا كيفاش تونسية قول مثال صايب علينا علاش تونسية ولا ولا ولد بلادنا نصروا عليهم مش مشكلة احنا بنات بلادنا الحقيقة ماهمش ياسر لا مش بالدرجة هذيك خاطر اصوات ويغنيو مليح وماهمش مستحقين باش يغنيو حتى حد اللي عملوا التجارب الفنية على الغنائية في مصر هما اصوات كرموا الاغنية التونسية بالطبيعة وحتى اللي هما اصوات ماهيش كبيرة خدموا بذكاء خدموا معاه ملحنين كبار وعرفوا كيف يوصلوا ما فماش الجو هذا اللي هو يهدي لك اغنيه فيديو كليب قول هيا تو احنا في العشوين نشوف فيديو كليب يعني بو والله يا سامي مين يا سامي مش للدرجات المستمعين يسالوا فيا شكون ما تقول يا سامي يسالوا فيك يبعثوا لي بيسور سكر تليفون يكلموا كله يا سامي سمسم علي المغني اسمه سمسم علي ما ديما برشا اسمه باللقب علي سمسم علي لا والله برشا كانوا فينهم فقاقية مشيت على روحي شوف شكل المصاريف هذيك يا ربي سبحانه يخلق رزق للشاعر وللملحن وللمخرج وللناس نتاع التلافز باش ياخذوا شويه فلوس وكاو انا اسمع انت كي باش تعرف توا شكون بدل حياتك طلع سمسم علي ما مسهل حكي بس منعرف برافو حقيقيه لكم سامي كل الموده والمحبه وخصوصا التقدير لليكيب زاد ربي بن زكري شكرا ليك ضيفنا في انا صديق راه نبيل صديق وحميد كنت حاضر انت في الحلقة نسمع فيكم اما نبيل انا عندي انا وياه برشا مستوى راقي بصراحه ذكريات مستوى راقي طبعا هما صوت تعلمنا عليه برشا حاجات لا انا ما حضرتش هما اربعه ولا خمسه كانوا في الاذاعه الوطنيه اللي مستوى كبير برشا فيهم بطبيعه الحال اللي مش اخلاق عاليه لكن وليد التليلي نبيل بن زكري حاتم بن عماره حبيب زاده حبيب شغام حبيب شغام صالح شغام تقريبا سته ولا سبعه فما شكري فما برشا كانوا محلاهم كريمة الوسلاتي زادة شكري بن حسين كريمة زادة كريمة توا يعني نحكيو على القدم نحكي شوية على جي ايه تحياتي ليا كريمة طبعا كريمة واماني بولعري واماني زادة هذوما كلهم هذوما كلهم تاع توا نحكي اما نحكي وانا في اول ما بديت في اول في التسعينات وفي اخر الثمانينات كانوا هذوما هما المذيعين واحنا هذوما اللي تلمذنا يعني تعلمنا عليهم يعني يشهيك انك تعمل راديو نهار من نهارات والراديو يجي هو ام في تي معاك كان نموت على كارجيز نتاع يا حسن عبد المجيد رجيز يا عبد المجيد رجيز الله يرحمه تموت عليك يبدا عندي في الحميد رجيز عبد الحميد رجيز شيخ الشيخ علي محليه وعندي عبد الوهاب برشا عبد الوهاب الله يرحمه لا كي كان الله يرحمه وقتها كان يبدا النيفو نتاع الماتشوات ماهوش طياره يقول باش نقعدوا توا مع اغنيه لعبد الوهاب ايها الراقدون شوف هذيك الايام كانت الناس الله. كانت الناس اللي في الراديو ناس كبيره وناس عندها برشا ما تقول في الميدان الاعلامي كان في الغناء زاد كان فما فنانين كبار كانت الناس ما تدخل وتشد بلايصها كان ما هي تكون موهوبه موهبه كبيره مازال يا غازي مازال توا الراديو ولا اي واحد ينجم يولي عم برنامج تلفزيون والله العظيم فما ناس عندها برامج اللي تستحق تكون حتى في المشهد الاعلامي موجوده دقيقه لا للاسف تستحق تقعد في الجمهور تحب تقول ما تستحقش تقعد في الجمهور خير منها عنده موهبه وفما الله غالب التلفزه حتى في الفن زاد نفس ولات مباحه الدنيا في الفن في التمثيل كيف يعني فنا غناء فما يعني يلسبو المقاييس تبدلت واحنا عندنا مقاييس قدم ناخذوا بها يسبو الدنيا والعالم ولاو يراو في هذوما حاجه كبيره ما نعرفش الله يعلم شنو اللي صاير اما الاحساس والحاجات الفنيه وال ما نعرفش لا باسيون الموجوده عند الفنان الحقيقي ولا عند الانسان هذاك اللي يعمل في اون انيماسيون في التيلي ولا في الراديو ولا غيره هي تقعد المقياس الوحيد الاخر كله
ثانوي. احنا باش نحكيو ديما على الفن وعلى الفنانين، ولكن هو واحد من الناس اللي قدموا الأغنية العراقية واعطاوها طابع إنساني شوي. هذا إلهام مدفعي يغني خطار، نرجع بعد شوي. شرط لي خد
افتحوا لي باب الصلوان وأوصده ويقول تكاد تجنه فأقول وأوشك أعبده. لك جميل الشيحي. حسب آخر استطلاعات الرأي، شكون أكثر امرأة ورجل محبوبين في العالم؟ هاي أكثر امرأة ورجل محبوبين في العالم. معرس أما مع بعضهم ولا كل واحد وحده؟ أون كوبل هما؟ هما زوج وزوجة. استطلاع رأي عملته يوغاف مع أكثر من 45 ألف شخص في 42 دولة ورى انه انجلينا جولي وبراد بيت. لا هي ما الامير نتاع انجلترا وماركو. لا امير بريطانيا ترامب خاصه في زمن الكورونا. ميغان هذيك كلينتون لي اوباما وميشيل. اوباما باراك وميشيل. اوباما حبوا بعضهم باراك وميشيل اوباما. ميشيل هي محاميه امريكيه من مواليد 64، كانت السيده الاولى الولايات المتحدة ما بين 2009 و 2017 وهي أول سيدة أولى من أصول إفريقية. قصة حبهم كبيرة برشا بدأت منذ 89 وقت اللي ولات ميشيل تخدم المونتور متاع باراك أوباما في الكابينيه دافوكا اللي يخدموا فيه. وقتها هو عمره 28 سنة وعمره 25، هما الزوز كانوا وقتها خريجي جامعة هارفارد اختصاص حقوق. جامش تتمنى أكثر من هكا. ما يدري يقول سبول سي سابيرا. كيفاش؟ معناها ماهوش كوبل فريمون سعيد. فما مرة ليه فما مرة هبطوا تساور قاعدين وكانت فما امراه تغير عليه عادي يعني. حاسيلو بعد التصاور كان فما هبطوا ريش حكيت لنا بالعكس وراتنا ولا بالرسمي معناها قيمه السيد ومشات قاعده الدنيا قيمته من بلاصته. هذول التصاور نتاع رئيسه اوكرانيا عامله بعمل هذيك نتاع اوكرانيا خويا طلق الرجال بيض قاعد يحكي هو اياها ويضحك وكل فلا كرواتيا ايوه لكن هذا يبين انا تحبه يعني اوكرانيا غير علي يعني عادي وهذا يبين زيد السيد قاعد يلعب في عيني في نفس العام كل شيء بس كان نذر يا ناس يطلع رئيس يهبط رئيس يقعد راجل معناه في الاخر في نفس العام خرجوا في اول رونديفو ليهم وين مشاو بتي ديجني بعد ما مشاو تفرجوا في فيلم Do the right thing اللي من اخرها نتاع اسمه نتاع سبايك لي. سبايك لي ريت انا جاوبت على سبايك. عملوا خطوبه 91 عرسوا 92 بديت حياتهم تحت الاضواء. اوباما وما انت ما عادش تقص كده. لا سامحني خاطر معلومه ياما توا قالوا لي في اللوروري لوروريت اوباما ومرته يسمعوا برشا في راسين كريم الناس المغرومه برشا والله يفهمك الرب علاش والله يسمع فيها راسين كريم بدا تحياتهم تحت الاضواء وقت اللي تسمى باراك معناها سينات في الولايات المتحده 2004 وهما وقتها ديجا عندهم صغارهم الزوز. في 2008 انتخبوه باش يكون الرئيس رقم اوباما انت سبيساليتي بريزيدنت 44 الولايات المتحده وعاود ربحت المره الثانيه في 2012 عمل دو موندا ورا بعض 44 فما بلاصه بحذا مجاز الباب اسمها 44 والولايات المتحده تعيش على وقع الانتخابات الامريكيه الانتخابات اللي ما بين بوش بوش واللي قبله شكون هذاك لا ما بين بوش والجور لا ما بين بوش وكلينتون بوش الابن تحكي كلينتون هكا اللي روسيا قالتهم تنجينا حزب الكومينة بوش الاب الابن الابن اللي عمل الحرب على العراق هذاك اي بوش دبليو بوش دبليو بوش 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 الابن ما عملش انتخابات مع كلينتون ما تقابلوش ما تقابلوش معناتها هكا اللي طلعت فيها ناقصين اربعه ودرسنا واسوار هذيك الجور الجور انا قلت لك الجور اللي هو كان نائب تحكيش معنا اسف اللي هو كان نائب رئيس كلينتون الجور انا خلطت عليه جورج دبليو بوش الابن اون 2000 هو سبتمبر 2000 هو الجور جاب اكثر اصوات لكن نظام الانتخاب في امريكا اللي يعتمد على كبار الناخبين يخلي جورج بوش الابن هو اللي ربح
وفما معناتها برشا حكايات. صارت خالبزه كبيره ياسر. وقالوا نعاودوا نحسبوا مره اخرى. فلوريدا المشاكل في فلوريدا خاصه وانه بوش خوه جيب بوش هو حاكم ولايه فلوريدا. جيب حاكم ولايه فلوريدا. واتهموهم بالتزييف ودخلت روسيا قالت نعاود نحسب لكم انا واحد حاسين ولا. كما ضبيا روسيا تحسب الروحها. ولوا تكركيره نحسب وحده. اسمع الخمسه رجال اللي هما اكثر رجال محبوبين في العالم. الخامس هو نعرفوه عاد شكون هو؟ صاحبنا شكون؟ هو ممثل سينمائي براد بيت. هو جاكي شان. جاكي شان حبوه. هاي هاي محبوب. داك شو قديم راهو قديم من قبله. ناراندرا مودي. انا هو ناراندرا مودي. من هو هذا؟ نشوفوا ناراندرا مودي محبوب. احنا واحد حتى واحد منا ما يعرفوه. ما نعرفوش. نجم نكون نعرفوا مانيش مركزه مع اسمه. بمثلا الثانيه هو بيل جيت. اي والثالث شكون؟ وقبله اوباما الاولاني. تنثبت لك فماش محبوبين فماش تونسي فانا مرتبه بالله تشي تشيمبينغ تشيمبين ممثل. لا مش تشيمبين. مش ما نعرفش تشيمبين ممثل. كان راجل مادونا نعرف هكا تشيمبين ممثل الغول. لا لا هذا اكس اي يعني تشي تشيمبينغ. تشي تشيمبينغ كان رئيس كان هو رئيس الصين. رئيس الصين يمكن كان جاوبينغ من القمع يحبوه من القمع. الخمسه نساء الاكثر حبا بالنسبه في العالم. الخامسه هي مطربه. بو مطربه لوك حلو كده. شاكيرا شاكيرا جينيفر لوبيز. حلو مازالت في الخامسه هذيك. مازالت في الخامسه. كان حد جينيفر اوبرا مرتبه الرابعه. كوين اليزابيث 2 هي مرتبه الثالثه. ثانيه تفاجئكم الثاني على توفيته. لا لا موجودة خاطر الناس كل يحبوها في العالم. تفاجئكم أعمالها الخيرية وأعمالها السينمائية. أنجلينا جولي. هي أنجلينا جولي. ولولا شكون؟ ولولا ميشيل أوباما. لولا ميشيل أوباما. إي من ناحية أخرى الإنسانية الأكثرية يظهر لي. فماش ويل سميث يا دالي. دالي يظهر لي يعني المقاييس فيها مقاييس أخرى. سي راسيست. ما فماش دنزل واشنطن. إكزاكت. فماش راسيست الأول في شكون؟ أسود ولا فرنسي؟ فماش مورغان فريمان. إي شنو مورغان فريمان؟ يا مان. جا في تونس راهو عنده عرض مدعوم في دار الثقافة. والله العظيم. مورغان فريمان. ما عندناش منه مورغان فريمان برشا. معنا مورغنيت. في المرقات كان جاي يعيش هنا وعنده عرض خدمة دنزل واشنطن طبعا. شنو هي الحاجة اللي ميزت خطاب كيم جونغ يون؟ الدموع بكيم الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية البارح اعتذر لشعبه. عمل اعتذار للشعب ولا يبكي في الذكرى المرور في ذكرى مرور 75 سنة على إنشاء حزب العمال الحاكم واللي هو من هو العزيز واللي هو غلطوني. ألقى البارح كيم جونغ يون الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية خطاب اعتذر فيه للشعب ولمنا الشعب. قال فيه أنا نحشم لأني ما كنتش قادر باش نكون في المستوى متاع ثقتكم الكبيرة فيا. مجهوداتي واللي عملته الكل ما كانوش يزيزيو باش نخرج الشعب من حياة صعيبة. بكي قال انهم دموع نتاع غراتيتود للشعب تاع كوريا الشماليه وشكرهم هما والجيش وتمنى لهم صحه جيده للخروج من ازمه كوفيد 19. عندهم زيروكا هما هو هما توا نازلين على الفلسه كلها باش تبكي يعني. شنو؟ كلها زعماء برشا رينا يبكي وبرشا يعني. فما دموع حقيقيه. تفكر تفين انت حسب رايك يا ودي سي سي سيكولوجي سي فن الخطابه. بورقيبه كان من اقوى عباد. انا نامن انا الناس نجم تبكي في فتره في رحله معناها اللحظه تاعها. باش يمتص الغضب وقوته هو الزعيم اي زعيم او قائد في معارك ولا حرب كما هذه ضد الكورونا وفي حروبات اخرين انه يمتص الغضب وانه يبكي ويعدي الاحاسيس باش الناس تتماثل معاه وشعبه يتماثل معاه. وهذا قوه هذا واجبه يعني. ما يلزموش يخاف وزاد يوري اللي هو كذا. يلزمو يتعاطف مع الشعب نتاعه ويوري يبكي. وش وقت بكي هو الحقيقه؟ اي وقت فعلا. مش وقت بكي حتى طرف. خاطر هما شفتوا احنا ما شاء الله اللي يخرج ينوح معناها رانا ماناش مستحقين في بالنا اللي الوضعيه صعيبه خطيره. ابو عبيد تفك وتنحي اعطيونا الفعل.
راجل طايحوا عليه كشك. الفاعل الفاعل هو اللي لازم. حتى باش يدقوا عليه يقولوا له وينك بربي على ذكر ال ما جبدناش لازمنا نترحموا عليه الراجل. لا رحمة كبيرة عليه وعلى ونتعاطفوا مع الأهالي السبيت. انتوما قامعيننا راهو على خاطر ما تخليوش نحكيو في الأكتواليتي. خاطر الأكتواليتي هذه أهم جدا. نترحموا عليه أولا. نوضحوا حاجة. قامعينكم لا. لو كونسيبت دو ليميسيون. علي واضح إيه ولكن ما هذا حد يجيونا برشا ملاحظات قداش من مرة احنا في اللي كومونتير حيينا ناس ولا ترحمنا عليهم يعني حيوهم ونحيو اهالي سبيت لنقول لهم ضبط النفس شويه فهمتني واغزروا لبلادكم ويقفوا لبلادكم هذا هو سي ان بون ميساج وترحموا على روح السيد, السيد اللي توفى وتعازينا القرارات اللي هبطت زاده من الحكومه رئيس الحكومه هامه جدا انا تمنيت قبل القرارات انها الوالي والمعتمد ورئيس المنطقه هما اللي يستقيلوا يعطيونا قبل ما يجي القرار الفوقي يعطيه يعني رده فعل انه هم زاد يقول لك انا ما دام انا عندي السلطه عندي انا عندي الخطا يحس بالمسؤوليه يلا يا فما فوترافيك وراجعين يا فما انفوترافيك مسيكم بالخير ومرحبا بكم الحركة وليت مسرحة ما عادش فما ضغط كبير جوست تبقى الحركة زينة شوية في شارع معاوية بن أبي سفيان في اتجاه المنزه 9 وفما زيد اكتظاظ في شارع عثمان بن عفان نيفو المنزه 8 في اتجاه النصر فما ضغط على الكزفان نيفو حديق المنزه في اتجاه حي الرفاهة الحركة معطلة في دخلة العوينة للي جايين على القنطرة من لاك 2 وفما زيد شوية تعطيل على جي بي 9 نيفو عين زغوين في اتجاه المرسى فما بوتياج على الطريق الوطنية عدد 1 في بن عروس نيفو المحكمة على جي بي 10 زيد فما ضغط للي جايين من أرينا في اتجاه سكرى نيفو برج لوزير والحركة رزينة في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي تعمير في اتجاه رون بوان ليسكال زيد في صفيق فما بوتياج على طريق لافران للي جايين من الرباط سينون الحركة تبقى عادية في بقية الولايات نشكروا كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فيما في ترافيك اللي عنده معلومات تهم الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711 انا نرجع لكم بعد نصيف ساعة اساس روحكم في الكياس وطريق السلامة للناس الكل بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي اف ام السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج الصباحي الأول في تونس أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي وجديد مفاجأة الموسم وجيها جندوبي من 9:30 لنص النهار برشا ضحك وبرشا دمار على اي اف ام احلى راديو بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لاي اف ام السبعة متاع الصباح تبداو نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية ارمادة الرافماغ البرنامج الصباحي الاول في تونس اصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي وجديد مفاجأة الموسم وجيها جندوبي من 9:30 لنص النهار برشا ضحك وبرشا دمار على اي اف ام أحلى راديو بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لاي اف ام السبعة متاع الصباح تبداو نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ من الخمسة للسبعة يا فام راسين كاري سيري بنور رجعنا في راسين كاري عندي آخر سؤال قبل ما نعطيكم اليوم فما أسئلة فما طبعا حذرت لكم سؤال أنت حاضر جميل طبعا وأنت أنا حاضر والله كان جوري ربي ربي فضل لي الغناء يا رب حاضر بيان سور الكورة والغناء والكورة لا في الأسئلة دي ما عندي لا غاري عندي زاد الكورة شنو هي مرتبة تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية اللي تعمل على 180 بلاد 76 هذاك الترتيب أنا نعرف اللي مؤشر أمور شنو هي مرتبة تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية اللي تعمل على 180 بلد جي تونس في المركز 100 واش في مؤشر الحرية الاقتصادية بتاع السنة 2020 فانا مركز وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيت في المرتبة 10 على 14 بلاد ولكن على 180 بلاد قداش 100 واش العاشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخر برشا مخر بيان سور 113
امشي ارمي وثمانية وعشرين على 148 على 180 المؤشر هذا يستند على معايير اقتصادية حطتها مؤسسة هيرتج وصحيفة وول ستريت جورنال، كما حقوق الملكية ومؤشرات أخرى تتعلق بدولة القانون. الأخلالات اللي تعرقل الحرية الاقتصادية في تونس هما الفساد، البيروقراطية، عدم الاستقرار السياسي، صعوبة الحصول على القروض، القطاع المالي الضعيف اللي تهيمن عليه الدولة. بالنسبة للتقرير هذا نلقاه لسنغافورة، جات المرتبة الأولى في قائمة البلدان في مؤشر الحرية الاقتصادية، وبعدها هونغ كونغ، وبعدها صاحبتنا بلاد الرجبي نيوزيلندا. حسن واصل انا مواصلين في شو حسن واصل شكون سنغافوره لا نحكي على تونس اللي احنا ماشيين في ثنيه غالطه إيه مش حسن واصل جمله لا لا احنا ماشيين في ثنيه غالطه عندنا سنين ربي في ثنيه غالطه ونعرفوا اللي غالطه ونعرفوا اللي نظام سياسي غالط ونعرفوا اللي نظام اقتصادي غلط ومواصلين وما لناش ربي شوف يعني دراسه مهمه كما ذي تستند ل 180 دوله باش تعمل 128 وتقول لك مثلا انه البيروقراطيه من اساس الاخلالات يعني البيروقراطيه والفساد والقروض وعدم الاستقرار السياسي القطاع المالي اللي تسيطر عليه الدوله زاده مهم راهو لا يعني بالنسبه للبيروقراطيه والفساد اللي هما الناس كل فمش واحد تو تخرج تاخذ ميكرو في الشارع وتساله تيجاوبك نفس الاجابه خاطر الناس كنت تعرف هذايا و احنا كسكم فيه لذا كان حلول ترقيعيه حلول حتى سانس السؤال يطرح نفسه كنار انا قلت كلمه في الموضوع ذي لقيت في تعليق شويه مش هي تو احنا الكل نعرفوا اللي احنا ماشيين في ثنية غالطه شبينا ما تصلح حتى شيء علاش فما حاجه تمنعنا فما اللي قلته انا كنا المصالح السياسيه السياسيه نتاع اصحاب النفوذ اللي يخافوا ولا يخسروا ينجموا يبدلوا يربحوا واللي هما مخير يا ما يخافوا مثالش يقول لك يريسكيو بالبلاد باش تمشي في تو من غير ما نذكر بتاتر فما يعني لا شركات معينه مثلا شركات كبيره شركات تابعه للدوله تلقى فيها مشاكل مثلا الناس يحتجوا واضرابات من غير معلنه ولا غير قانونيه تقول انت علاش ما تجيش استراتيجيه واضحه باش انك تحد المشاكل هذيك وتلقى لهم حلول على المستوى البعيد لا ناخذوا ديما الحلول الترقيعيه نعطيكم مثلا 3 ملايين دينار خلصوا بهم الشهري في شهرين ولا ثلاث وبعد تنشوفوا شنو باش تشوف يعني هو المشكل باش يقعد هو بيد والبيرسيست باش يزيد موجود يولي اعمق اللي اكثر من هكا سامي الدوله التونسيه الدوله الوحيده اللي فيها قطاعات عندها المونوبول وحدها وخاسرة فيه التبغ والوقيل أحسن مثال التبغ والوقيل وحدها تكور وحدها نقل الجو يوسف صاحب التابع عمل ثروة هائلة معناتها على خاطر شيريها ودفع فيها فلوس مش معناتها متاع الدول شيريها بفلوس وعامل ثروة هائلة من التبغ وصل شراء مع الديكارير متاع رخام في ايطاليا لمده 150 سنه معناتها كاري 150 سنه بعثونا تلين في اوسط القرن العشرين قالوا لنا راهي الكاري وفات واحنا ما صغليناهمش يلا درج اللعب تحسيني نجم درج اللعب هو لابس وحده عشيت لي انا باش نحكي على مخرج برشا دبابس قدامك ماء وجيل نشرب برشا ماء فما كعبتين فلان كانوا غادي راهو طاروا كعبهم تفضل انا باش نحكي على مخرج وسيناريست ومونتس ايطالي امريكي يعني ولد في 17 نوفمبر 42 في نيويورك بوه يعني بوه امه دوريجين سيسيليان خذا اوسكار اون 2007 الاهم مخرج كوبولا فرانسيس فورد كوبولا خذا البالم دور ما نحبش نعطي الافلام خاطر الافلام هي معروفه هي بالم دور في 76 بالم دور في فرنسا اي في فرنسا خذا فيلم كان 76 فيلم مارتن سكورسيز خذا بالم دور بتاكسي درايفر الاوسكار 76 76 اي 2007 على عام 1990 خذا الموسترا دو فينيز بفيلم نسيتو الفيلم كنتذكر مش مشكلة
ليزا فرانشي فيلم من اهم افلام التاكسي درايفر نيويورك طبعا. نيويورك اورنج بول اللي يحكي على البوكسير هذاك فهمت هو لا لاكتور فيتيش نتاعو روبرت دينيرو وجو بيك ديكابريو تاو اي تاو من اهم الممثلين دينيرو خدموا مع دينيرو وجو بيك تشي لا وديكابريو عمل معاه افلام تاو نحكي انا على الافلام تاو اللي نحكي فيهم فيهم هو انا نعتبره من اهم مخرجي وعنده فيلم زاد كازينو وغانغ اوف نيويورك اهم الافلام افياتور زاد يظهر لي هو عمل بارفان فام نتاع الباتشينو يظهر لي هو مارتن سكورسيز بارفان فام سي سا ما عملش جيسيبا ما عملش البيوغرافي كل بتاعه يلا انس حبيت نركز شكرا سيدي ميرسي بوكو انا باش نسالكم على فيلم مصري خرج عام 1987 فيلم كوميدي نصنفوه كوميدي بالرغم اللي البطل نتاعو معناتها هو احمد زكي معناتها اللي في التراجيدي اكثر لكن هو فيلم كوميدي يحكي على عبد السميع سواء الهانم لا اي 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 يحكي على عبد بواب البيل بواب البيل بواب صاحب الاداره بواب الاداره لا البيل بواب البيل بواب عام 87 بطوله احمد زكي صفية العمري فؤاد المهندس رجاء جداوي سيد زيان ومحمد رضا فيلم قوي برشا يحكي على سيد اللي جاي من الصعيد ولا بواب ولا يخدم حاجات اخرين ولا عنده لباس فلو لباس عليه ودارت بيه صفية العمري الفيلم الكوميدي الهام اي اللي اسمها الهام اي اسمها الهام وباش تحيي له فلوس نعطيك حاجه الفيلم الكوميدي ماهوش مش مارتس كونسيت الفيلم الكوميدي الهام اللي حلق فيه احمد زكي البيضه والحجر يقتل لا خذينا منه اكستريم انا فات سؤال عليه فيلم قوي بالنسبه للجو ميرسي انس عندك اكستريم احمد زكي في ساعه اهلا يا بيه انا عبد السميع يا بيه بقول لك ايه الارض اليومين دول نايمه وانا ما اقدرش ادفع اكثر من 80,000 جنيه من لحم الحي يا احمد زكي ريت لاكسون جدا بتاع الصعيد صعيد جدا بهش حتى هذا شخصيا انا نعتبر انه احمد زكي شخصيا هو احسن ممثل جاء في مصر يظهر لي وهذا بيظهر لي ما فيش اختلاف كبير احمد زكي وي طبعا اي غاز باهي فما حاجه لفتت لا مازال الاغنيه خليها لك شويه تو يا ولدي دقيقتين مازال يا سيدي مال اغنيه يلا بام 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 دارا لا 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 فيح لا لا را را لا را را لا را را بام 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 لا را را لا لا حياتك يا ولدي دارا لا لا قرية الفنجان لا را را لا را را لا را را لا 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 را لا را لا را لا را دارا لا را را بام 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 نزار قبالي حياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري الممدود يسافر في كل الدنيا قطعت امرأة يا ولدي يهوى القلب هي الدنيا الله الله الحان محمد الموجي وكلمات نزار قباني ما لسه يلا انا جميله فيسا انا لقيت حاجه فريمون تلخص حياتنا اليوميه للمواطن التونسي المقوله لشكون انا لا اعيش يومي انا انجو منه فقط ياسر بيسيميست ياسر بصراحه ياسر تشائم فيلسوف وجودي بربي هات لي واحد متفائل فيلسوف وجودي لا كاتب شاعر فنان فيلسوف وروائي عربي روسي دوستويفسكي دوستويفسكي شكرا لكم على راسي كاريد اليوم ليكيب تاع الكرونيكور جميلة شادلي أنس وغازي نتلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة إي إف إم ميتيو
مسيكم بالخير ومرحبا باللي يسمعوا فينا توا على يافيم. اليوم 3 اكتوبر 2020 وهذه احوال الطقس. الاجواء مصاحبه على البلاد الكل. امطار اليوم صبت في العشيه في جهه الشمال في كل من بنزرت نفزة وتبرقة. الحراره تراوحت بين 18 و 23 درجه والريح سرعتها قويه قرب السواحل الشماليه. الليله السماء تكون مغيمه في اغلب الجهات ونورمالمون ما فماش امطار. نمشيو للمهديه فين تكون الاجواء مصاحبه. الحراره في حدود 19 درجه والريح جنوبيه غربيه سرعتها ما تفوتش 15 كيلومتر في الساعه. في الليل الحراره تنخفض ل 15 درجه مع ريح ضعيفه سرعتها 18 كيلومتر في الساعه وشويه سحب عابره. نعملوا طلع على جنوبنا المزيان ونهزكم القفصه ونسجلوا توا 18 درجه. الريح جنوبيه غربيه سرعتها مش قويه 25 كيلومتر في الساعه. الليله تبرد 15 درجه الاجواء مصاحبه والريح ما فهمين جوست 3 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لغدوه الاربعاء 14 اكتوبر الطقس يكون مغيم على البلاد الكل. الريح تتواصل سرعتها القويه بالمناطق الشرقيه وفي الجنوب وين يرافقها العجاج. درجه الحراره تسجل ارتفاع وتتراوح بين 26 و 31 درجه في اغلب المناطق. في الاخر نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. كنتوا مع احوال الطقس واخر فلاش لليوم. انا نرجع لكم غدوه باذن الله وانتم ما نخليكم بعد شويه مع ايمن زروق في سبور بلس. مقبلها نسمعوا الاخبار. يا فيم توا 7 دقائق في تونس الساعتين ودقيقه في نيويورك. اخبار 3 13 اكتوبر مع هيفا تويتي. مرحبا. مرحبا. رئيس الجمهوريه يؤكد في لقاء